اللي بده العادلة عم يحفر قبره بإيده. نخوتنا وشهامتنا جوهر أصالتنا، عزتنا وكرامتنا كرامة حالتنا. بالحق بيوت بتعلى يلبق لعز وهيبة، بالحب قلوب بتحلى يشهد للعالم خطيبة. طب ديار ونافورة ضيعة وردة جورية، ياسمينة فوحة كورة حارتنا الشامية. شو اعمل له؟ ابني ما بيفهم، حشري ما كان يتوب. خير ان شاء الله يا ابو رمزي، خير ان شاء الله، لا تعمل له شيء. انا شايف لك انه هالكاس كل هالحاره بدها تشرب منه، عم يشحطوا الكل على الكراكون، دير بالك على حالك ابو رمزي. لا تخاف، لا تخاف علي. ما قلت شو صار مشان ابن اخوك؟ ما صار شيء، ما صار شيء ولا رح يصير ابو رمزي، ما رح يصير شيء. ليش ما بتتصالح معه وبتفتحوا صفحة جديدة؟ مو أحسن من كل يوم والتاني وهو شاحطك على الكراكون؟ لا، لا بدي أفتح صفحة جديدة ولا صفحة قديمة، ولا بدي أتصالح معه، هو بحاله وأنا بحالي، وسيرة وخلصي. والله شكلها ما خالصة، بكرة بيطلع لك بقصة لا على البال ولا على الخاطر. ما بقى استرجي، وإذا عملها المرة الجاي أنا والعقيد بسام والعقيد فكري رح نحسب الله ما خلقه. العميد ابو نكاشي ما اعطانا اي معلومات عن فادي سيدي. لازم نقبض عليه قبل ما يهرب من الشام. رح نقبض عليه سيدي، رح نقبض عليه. امتى؟ قريبا سيدي، قريبا. ما بظن سيدي، بس خليني اسال العميل. اطلع لي برا. حاضر سيدي. مرحبا ابو عادل. اهلين اهلين وسهلين ام منشار. بدك تشلي ذقني. تكرم عينك، بس يعني لسه ما استفتحنا وانت بصراحه ما لك دفيع. شو هاد؟ يا عيب الشوم عليك يا ابو عادل، لك يا عيب الشوم عليك، لك هي الدقن للحكومه وانت بشرفك لما بتستفتح بالحكومه، بس انت ما عندك جنس الوطنيه. ابو منشار
كأنه دقنك ناعمة، يعني تنبيز مو منبزة. أخي دقني ناعمة وبدي نعمة أكتر. أخو مرايشي شوف شغلك لشوف. تكرم عينك، شو رأيك اقلع لك درسك إذا كان بده يجعك بهاليومين؟ لا عمي لا، أصل لي شعراتي بطريقك. يلا تكرم. أهلين أبو نشار. أهلين. شو هاد؟ أهلين أبو نشار. يلا خف إيدك بلا لعين. على عيني. لك خنقتني. هدي شوي هدي. وطي راسك. صباح الخير أنسة ليلى. راتب ألف الحمد لله إنه ما طولت غيبتك. عرفت إنك جاي، إجيت الصبح ولقيت الصيدلية مشطوفة. أي والله المرة ما طولت، طلعوني مبارح. الظاهر ما عاد حبوني بالكركون، بدهم يخلصوا مني. أي أحسن، بالناقص منهم. مشان الله لا عاد تروح وتتركني. خلاص أنا رح ضل معك على طول. أصلاً أنا كل ما بعد عنك بشتاق لك. وما بتشتاق تشربني قهوة من تحت إيديك؟ أموت كرم عيونك. دحجوا علي زين. شري عليكم تسوون خرابيط مع أبو النار أو راتب. ولا والعود ورب المعبود مرحمكم. هذه النوبة انقضت على خير، بس النوبة الجاي أذبحكم. زين؟ زين أبو مشعل. انقلع أنت وياه، انقلع! الله يشبحكم. حوذة. سمسم! قول يا سمسم. واضح انه فادي بتشكيلات الحزب وعم يلم اكبر عدد ممكن من الرجال المهمين بالبلد، ها اللي عنده ثقافه سياسيه واسعه. انا برايي كل شيء بيخدم البلد نحن معه. ايه بس طلعته لعندك خطره كتير، كان لازم ينتبه لانه كان راح يخرب الدنيا. يا ابو عزام ما مشكله بطلعته، واضح انه الزلمه عنده حماسه وطنيه عاليه جدا وفي مين وراه. ما مشكلة طلعة، الأهم من هذا كلياته إنه الاجتماعات يعملها بالسر. إيه ضروري، الحذر واجب. عمي نحن قادمين على الاستقلال وفي تعدد للأحزاب، كل حزب بيختلف عن الثاني بأساسياته ومفاهيمه يلي انبنى عليها. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيه كتر خيرهم اللي أفرجوا عنك. عود يا سعد وعود. عمرك مختار. يا سيدي هي طلعتي من الكراكون، وقبل ما اروح على البيت في عندي كم سؤال وبدي اياكم تجاوبوني عليهم يا كباريت الحارة. عم نسمعك عمي. عمي يا بعزام، انت بتعرف مين قتل ابي وساكت عليه؟ ابوك انقتل سنة العشرين ايام الثورة، يوم ما كانوا السوار عم يجمعوا حالهم. هذا الكلام مزبوط؟ وحسب علمي ابوك كان معه مصاري وراح ليلتحق مع السوار ويشتري سلاح هو وحارة الضبع وحارة أبو النار، ويومها انقتل على إيد حديد أخوه للإتعشري بحارة أبو النار. وأبو النار ما كان موجود وما كان رضيان لأنه عرف أنه انقتل الزلمي وما قدر يمسكه لأنه هرب. هاي المعلومات اللي عندك مو مزبوطة 100% لك عمي. يعني بفهم من كلامك أنه هذا اللي اسمه حديد هو اللي قتله لأبي، مو هن اللي قتلوه عم يحطوه بظهره بس كرمال يهربوا من دماته. اللي قتل ابوك حديد اخوه للإدعشري، افهمها بقى. رح نروح على حرمه مقدره، بتخاف من الله بنت عالم وناس، بنقعد عندها يوم وبعدين بنشوف شو الله بيخلي. الله ما بيتركنا لك بنتي. انا الحق علي بكل شيء صار. لا تحكي هيك، انت ما دخلك، لساتك صغيره ما بتفهمي شيء. الحق على هالاولاد الحرام يلي ما قدروا العشرة 16 سنة كبوا الخبز والملح، وهالواصل يلي عمل عملته وهرب. قلنا الله لك بنتي، قلنا الله. امشي. ايه يا مختار،
أنا جاي وبشرفني إنه أطلب إيد المحروسة أختك على سنة الله ورسوله، وسبق إنه أخي أبو عزام فاتحك بهالموضوع، فبتمنى إنه ما تأخروا علي بالرد. أنا إلي الشرف بمصاهرتك يا أبو قاسم، ومبارح أخذت الموافقة والباقي عندك. والله فرحتني يا مختار. معناتها شو رأيكم بكرة المساء نكتب الكتاب إذا ما عندكم مانع، وأنا جاهز للي بدكم إياه. لا طبعاً ما عندي مانع، خير البر عاجله. إن شاء الله ألف مبروك يا أبو قاسم. الله يبارك فيك يا أبو عزام، يبارك فيكم جميعاً. صدقوني يا جماعة أنا كتير مبسوط، شنو جوازتي ميسرة والحمد لله، وأنا محظوظ فيكم ونعم الرجال أمثالكم. الله يسلمك يا أبو قاسم. الله يسلمك. سمعونا الفاتحة لعين التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بدي أفهم، أنت شو حشرك بهيك قصة؟ بيقربك؟ مناسبك؟ بهمك أمره؟ لك شبك فايت طالع على الكراكون؟ لك بهدلتني بين الناس؟ يعني دخيلك يا أبي؟ دخيلك؟ منو هدول الناس؟ لك علي الحلال ما فيهن واحد منه سمرة، كلهن سفل صار مايتك واحد زبايل. بعدين يا بي، انت رجال كبير ومقدر ووازن، شو بدك بالقصاص؟ خلاص يا اخي اعتبرها نخوة عرب على شيء محرز وعلى حق والناس تعيده. شوف لقلك، انا ما عاد اقدر اتحمل، مو ناقصني هزات بدن كل يوم والتاني، حاجتنا مشاكل بقى. لك شبك؟ طول بالك ابي، طول بالك. علي الحلال صرت خاف عليك وعلى صحتك، حاج تعصب. يلا بقى حاجة لفونا هالسيرة، خلينا هيك نشرب فنجان قهوة على رواق. يقبر قلبي والله من وقت ما إجا لهلا ما حط شي بتمه. على عيني يا عمو، رح أعمل قهوة عبين ما يجهز الغداء. اشربوا القهوة لحالكم، أنا راجع على الدكانة، وعلى الغداء لا تنادوا لي، شنو سادة نفسي على الأكل. يا الله. الله معك أبي، الله معك. ما بدك هالقد جبن. قلت هيك انت تقبرني شو نخوتي؟ والله البيت بلا ما بيسوى شيء. يا ضي عيوني انت. بدك ان شاء الله بتقبري عظامي انت. تعي هادي بوسي. تطور قلبي الهي. شو بدي اقول لك؟ بدك تطول بالك على ابوه، ومو كل يوم والتاني فايت طالع على الكراكون. ما مل اليوز باشي من شوفتها. مل يا أمو مل، مل وداء خلقه. علي الحلال أنا بيني وبينك، يعني لو أعرف إنه رجالي الكراكوم بدون يطبوا فينا كنت ملصد. شو بدنا نساوي كمشونة؟ المهم لبقت عيدة، خليك بحالك تقبرني. شو دخلنا بالناس؟ ما بيجيك من الناس غير وجع الراس. قلتك يا أمو، قلتك أهل هالحارة كله وسفل صار مايتك واحد، كله زبايل. تقبر قلبي إلهي. الله لا يحرمني. قصدك تقولي إنه تركتي الشغل من عندها للسكرخانة؟ إيه والله يا خالتي بليلة. وشو السبب؟ ضايقوكي بشي؟ يعني إلك عمر عند منه؟ والله ما بعرف شو بدي إلك. يعني صايرة معاملة سكرخانة صعبة شوي، وأنا عم لاحظ هالشي من زمان. قلت لحالي بترك الشغل، الله ما بيقطع. غريب، مع إنه المخلوقة بتحبك كتير. وإنت يا صفية عين الله عليكي، كبرانة وحليانة. الله يحل أيامك خالتي. قولي على طولي أنا شو صار فيكي يا بنتي؟ والله رح شل عليكي. إيه خيزران، ما قلتي لي وين ناوية تروحي؟ عند مين بدك تشتغلي؟ والله ماني عرفانة يا خالتي أم ليلى،
قلت لحالي بيجي بقعد عندك شوي بما انك قاعده انت وليلى لحالكم لبين ما لاقي بيت استكرين. شنو الحالي مطوله ورجع لعند سكر خان وما بقى لي. بتقبريني والله بيتك هون بتعدي بقلبي وبعيوني، وهلا شوفي بستجي ليلى بده يطير عقله، وخاصه بس تشوف صفيه. وين ليلى؟ ليلى استكرت ازازي بالصالحيه وربي يوفقها بتشتغل هناك. بالصالحيه؟ ايه بالصالحيه. ليش إلك حدا هنيك؟ لا لا ما بعرف حدا. بقى شو قلتي يا أم منصور؟ يعني أنا ما رح لاقي أحسن من سوريا بصراحة. إن الشرف يا أم عزام، والله ما بعرف شو بدي أحكي، بس بصراحة أنا من عندي ما بقدر أقول لا، لأنه عزام الله يحميه مربى وابن أصول وبنتي صار هذا وقتها. هلأ بس تجي فاتحة بالموضوع بشوف شو رأيها. ايه طبعاً مو غلط، ضروري نسمع رأيها. الله يفرحك بهالشمعتين اللي عندك يا حق. والله يا أم عزام من بعد ما مات منصور داقت الدنيا فيني، والحمد لله هالبنات اللي عندي عم يسلوني ويديروا بالهم علي. تعرفي لولاهم أبصر شو كان صار فيني. ايه والله ضنا غالي، والله يصبر قلبك يا حق، وإن شاء الله رب العالمين بيبعت لك سهر مثل ابني يكون على قلبك بغلاوة ابنك منصور الله يرحمه. إن شاء الله يا رب. الله يحميك ويحفظهم من كل عين حاسدة. الله يسلمك. ها هاي سوريا إجت. يا ميس أهلين وسهلين بهالقامة الحلوة. شو عنا خالتي معزام؟ يا ميت أهلا وسهلا. يا ميت أهلين وسهلين. كيفك سهى؟ مشتاقة لك. لك والله اشتقنا لك، ما عم تبيني. والله الدراسة أخذك الوقت. كيفك خالتي معزام؟ يتسلمي لي بهالقامة الحلوة. الحمد لله منيحة. شو أخذتي لها مخها سهى؟ ما في غير سوريا 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 سوريا. أكيد أنت كمان استفقتيها مو؟ أكيد استفقت لها، ما نحن رفقات. على سيرة الرفقات، شو رأيك شي يوم نجمع الشلة كلياتها وتجوا لعندي على البيت؟ انت جهزي العزيمة والباقي علينا. خلص معناها بهاليومين بتشرفونا. أكيد بنتشرف. يا تسلميني. ليش واقف قدام باب بيتي؟ قلت لك عمي انا كنت مارق من هون. اياك اياك شوفك قدام باب بيتي مره ثانيه. عم تفهم؟ ماشي عمي بخاطرك. يا جماعه انا بدي اتصالح مع عمي ابو بسام. يا دار ما دخلك شر، في شيء غلط بكلامي؟ لا ابدا مو غلط. يعني عم اقول يعني بركي بحن قلبه علي، بيعطيني حجه البيتين، حجه الارض. عمك ابو بسام ما بيتنازل عن القرش، شلون بدك اياه يتنازل عن حجه البيتين وحجه الارض؟ في اقتراح لك عندي، بس هذا من اجله لبعض الصلحه. ولا بدي اياك هيك تخلي عمك يروق من ناحك. إذا ما طالبته بالورثة رح يكون رايق تمام، بس إذا طالبته رح تنام لقيامة مرة تانية يا فتحي. بس يا جماعة يعني أنا ما ضل عندي غير رحمة الله. لا حسنان أحصل على ورثة أبي والذهبات اللي كانوا معي طاروا. طب أنا بدي أفتح مصلحة، حقي ولا مو حقي؟ حقك، لكن في كلام بده ينسمع وبده يتنفس لتنحل المشكلة. كلام شو؟ بعدين بتعرفه، بعدين بخبرك عنه. إذن خلينا نمشي بالصلحة. ماشي خير إن شاء الله. لكان أنا رح أبعت له خبر وخليه يجتمع هون بالديوان. وين ما بتكون، وين ما بتكون الاجتماع ما في مشكلة. ترك الشغلة علي لشوف عمك شو رأيه.
يحيى. لك شو بقول ولا دح ولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تسألوا شبك ما برد، ما له على بعضه هاليومين ولا شغل لي بالي. خير يا أمو، الوداد بدك ياني؟ إيه يا أمو، أدي عاوزتك بموضوع. يا أمو، أم عزام إجت لعندي اليوم وطلبت إيدك لأبن عزام، بقى شو رأيك؟ أنا لما فت على البيت عرفت ليش جاي. والله ما بعرف يا أمو، يعني رأي رأيي، بدك تجوزيني جوزيني، ما بدك ضل عندك. هلأ هيك؟ أنا شو بدي من هالدنيا غير شوفك أنت وأختك مبسوطين ومرتاحين. بعدين عزام شاب بأول عمره والجماعة مليانين معهم وما عليهم. بعدين سهر فيتك وبتعرفيها. شكلك أنت موافقة يا أمو، بس ناطرة جوابي. بصراحة أنا قلت لها إني ما عندي مانع، بس بدي شاورها للبنت. طيب يا أمو، خبريهم إني موافقة. على بركة الله، الله يختار لك اللي فيه الخير يا رب. الله حيو عمي محجوب. أهلين بي عمي عزام. الله يعطيك العافية. الله يعافيك عمي، لا تواخذنا مشان الله. عمي محجوب، ترى إذا معتاز شي أنا وأبي بنعرف إنك من هذا نصيلها. أنتوا جماعة أصايل عمي، أصايل وما لكم مصرين مع حدا. تسلم يا ربي، خلينا إياك. يا عيني يا عيني، جوز عصافير لسه بتكون واحد ثالث بتكمل محاسنكم. خليك بحالك لك شكري، حقك فرنق مصدي إذا غلي سوقك. وحياتك حقي ذهب وغالي كتير، بس انت وابوك اللي ما بتسووا فرنق مصدي. شكري امشي بطريقك احسن لك. انت روح روح لك زبال، لا تضف حالك. لك طول بالك عمي، طول بالك. حرس بالي. طول بالك واستهدي بالرحمن، ما انه محريز. يلا بدك شي عمي محجوب؟ سلمنا على الوالد اماني. السلام عليكم. وعليك السلام. يا مو، أنا رح أغير أوعي وأجي ساعدك. إيه الله يرضى عليك. وافي يا أبي وافي. في حدا عم يضايقك بالحارة شي يا أبي؟ شو هاد؟ لا يا أبي، ما في هيك شي بنوب. قصدي عم يلحق هيك يلطشك، بسمعك كلام طالع نازل هيك ولا هيك. أعوذ بالله يا أبي، لا. إيه يا أبي، إذا حدا لطشك أو لحقك دغري لي يا أبي. أمرك يا أبي. روحي على أوضتك يا أبي، روحي. ابن عمي، سمعان عنا شي؟ لا ما سمعت شي ربيعة، ما سمعت شي. لكن ليش هيك عم تحكي معه؟ مش أذكرها إذا حدا ضايقة أو لطشة أو سمع كلام، لأمسع رقبته ولو كان ابن كبير الحارة. يا جبار يا كريم. مرحبا أفكار. أهلين أبو معروف. شو يا حبنا على سلامته؟ قال طلع صاحبك. الحمد لله على سلامته. قلت لك أبو معروف ما بيطولوا. أيوه قلت لي سيدي، الله ليش شبت حدا فينا يا رب. آمين يا رب العالمين. جليخ سكاكين، جليخ قصات، جلخاتي جلخ، جليخ وصات. الله يعينك يا أبو معروف. فكرني ما بعرف غشيم. ايه حافظك بصم. قريب على المشاوي، قريب على الفشاشي. يا جبار يا كريم. لك انت كيف تصرف من حالك؟ ليش ما اجيت لعندهم مني وحكيت لي؟ انا بعرف قصة ابوك زمان. الله يخزيك يا شيطان، هذا اللي صار مع المي. انا وقت اللي سمعت بالسيرة طاش حجري ما تحملت حالي. بعدين مين اللي قال لك انه العقيد ابو النار هو ورقت له لابوك؟ ها؟ واحد ما بعرفه، رجال اجى لهون على الحمام وحكالي. وشو شكله؟ رجال كبير يعني عمره شي 50-60 سنه، شعراته بيض وباين عليه معتر.
ماشي ماشي، روح على شغلك انت، روح حصل خير. امرك عمي، امرك. مين بيكون يا ترى؟ يا عميد اهلا وسهلا بخيزران خانم، بعد زمان زارتنا البركه والله. بهالعين الحلوه يا انسه ليلى، طمنيني عنك، شو اخبارك؟ ان شاء الله خطيبك في اخبار عنه؟ لا والله لسه ما في اخبار. شو بدي اعمل؟ ناطره حتى الله يفرجها. الله كريم. ولك صفيه حليانه كثير يا درسانه. الله يحلي ايامك انسه ليلى، ما في حلا وانت موجوده. توبشيني على هالحكيات، كبراني، فتحي عين غمضي عين بتلاقي العرسان طابور عباب بيتك. ايه الله كريم، ما قلتي لي كيف الشغل بالصالحية؟ حلو كتير كتير، وناسها كتير لطاف. كل الناس خير وبركة هيك بيقولوا، بس أنا اكتشفت غير هيك. الناس ما في إلا عم تستغل بعضها وتاكل بعضها. خير، صاير شي معك مع سكر خانو؟ والله صاير كتير، وأنا ما عدت إلي قاعدة عندهم، بدي أعيش لحالي وشوف حياتي. يوه لهالدرجة؟ شوفي حذريني، ما فيني أحكي لك، خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. خوفتيني عليكي، شو صاير؟ بعدين بنحكي مثل ما بدك. صفية شو رأيك تقومي معي على المطبخ نعمل عشاء؟ إيه أمي، قومي تقبريني عامية. حاضر قومي حبيبتي. هلا كلكم بتعرفوا سبب هالجمعة. فتحي افندي حابب يفتح صفحة جديدة مع عم ابو بسام. بس قبل ما تصير هي الصلحة، في كلام بدي اقوله انا والمختار. بتمنى انكم تسمعوه وتوافقوا عليه لنحل هالمشكلة بقى. يا ابو عزام قول، كلياتنا عم نسمعك. هلا الخلاف الموجود هو البيت اللي ساكنه فتحي واللي هو بيت ابوه، والبيت الثاني هو البيت اللي ساكنه أبو النار واللي فتحي ورتانه كمان من جده، وفي أرض الجبة. شو بيقول المختار وشو بيقولوا الحاضرين؟ إذا فتحي بياخد البيت اللي ساكنه، والبيت اللي ساكنه أبو النار بياخده أبو بسام، وأرض الجبة مناصفة بيناته، وهيك منحل المشكلة. كلام معقولة؟ في حدا عنده اعتراض؟ يا أبو بسام، يا فتحي، القصة طالة، بدنا نحلها. هلا عمي، كل واحد بيتنازل عن حقه شوي ومنصفي القلوب. شو رأيك يا أبو بسام؟ القول قولكم يا أبو عزام، قول المختار وشيخنا وكباريتنا. خلص اللي بتشوروا علي أنا موافق عليه. إيه فتحي، هي عمك عم يتنازل، خلونا نلم الشمل بقى، بكفي. حاضر حاضر، وانا رضي الله. بس بشرط تصالح على عمي، تصفى للقلوب وما يضل بيناتنا مشاكل قلوب. ايه على بركة الله. ايه يا جماعة، في حدا بده يحكي شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا جماعة الخير، دائما وابدا الصلح هو سيد الاحكام، والعفو بين الاخوة هو رحمة. فيا أخ أبو بسام ويا ابني يا فتحي، كلنا منعرف إنه ابن الأخوي بمثابة الابن، يعني ما في فرق بيناتهن، وفتحي يعتبر واحد من أولادك يا أبو بسام، والدم ما بيصير مي، ما بيصير مي. يا ابني يا فتحي، برضاي عليك تقوم تبوس إيد عمك وتستسمحه، بضل هو كبير العيلة ومقامه كبير من مقام والدك تماماً. والله كلامك صح يا شيخي، إن شاء الله سامحني يا عمي، سامحني إيش كان غلط بحقك. الله يسامحك يا عمي يا فتحي، ويسامحني أنا كمان. شو بدي أقول، الله يخزيك يا شيطان. اطلق بيننا عمي، إن شاء الله سامحني. سامح عمي فتحي، الله يرضى عليك. ودي يا عمي. وانت بسام كمان سامحني اللي فوتك على الكلام. شو عم تحكي يا ابن عمي، الله يسامحك. فكري سامحي معيتك. مسامح فتحي، مسامح. الله يخليني اياكم يا رب. يا جماعة الله يديم المحبة. آمين يا رب. آمين يا رب. أمانة يا جماعة، حلوان هالصلحة، بكرة بعد صلاة الظهر عندي بالبيت. خواريف عمي، دبح دبح عيونك، تحضر تحضر وجبك كمان. الله يخلينا اياك يا عمي فتحي. تعيش. الله يخلينا اياك. قال لك
كملتها فتحي لانه ما حلو الصلحة بدون عزيمة. ايوه لعيونكم تعيشوا تعزم. ما قلت لي يا بي ليش ما رحت مع رجال الحارة على الصلحة؟ ما بدي روح أصلاً، مالي عين اتطلع بحدا وخاصة أبو عزام من يوم هديك السيرة. ودخيلك على هالقصة، والله ما أنا مستاهلة، أبو عزام كله ما أنا مستاهل. اسمعني يا أبي وفام علي، أنت رجال كبير بالحارة ومقدر ومقامك عالي. معك حق، من وراك مقامي بقي كتير كبير بالحارة. هلا هيك صار الحديث؟ يا سيدي لا تواخذنا، أخي أنا سبب كل عملة وسخة بهالدنيا. معلوم، أختك ما حدا خرب عليها غيرك. يا سيدي بوس إيدك وشو قفل اللي فقست هالجازة. علي الحلال لو عطيناهن هالبنت لصار الدم بيناتنا للركاب. هذا الزلمة لو في بايقة ما كان صف مع محجوب ضدنا. ما بده يانا يا أبي، ما بده يانا. هذا رأيك، أبو عزام ما كان بده يصير دم، ومو غلط لما نوقف بوشك. ماشي يا أبي ماشي، هاي صارت سيرة قديمة وطويناها وسكرناها، خلص ما عاد في داعي نحكي فيها بنوب. خلصنا بقى ابن عمي، بدنا نعيد ونفتر بقصة خلصت من زمان. دايما شرفي، الحديث كله ما عجبها لبنتك. إذا كان بنتك يا تضحك لك وما عاد حدا دق بابا، إن شاء الله بيجيها أحسن منه. فضيناها السيرة، فضيناها. دايمة على العشاء، شبعنا شبعنا. صحتين بوران. الناس ما بتقدر ما تحكي، واللي بيطلع بإيدي عم ساوي. عم ضل نص الليل بالحارة مشان ما أرجع البيت إلا وأمزكي تكون نايمة، والدلال واعدني إنه أمن لي بيت. أكتر من هيك شو بقدر بعمل؟ إن شاء الله بيمشي الحال، بس إذا ما مشي الحال أنا بدي أقول لك على شغلة، لو إنه بعرف جوابك شو هو. إذا فكرك تقولي إنه نروح لعند بنتك وصهرنا فبتكوني عم تحلميها، أنا مستحيل وافق. ليش مستحيل؟ شو فيها؟ لك شو فيها؟ لك أنا ما بيهون علي إنه نروح لعند بنتي وصهري وكون ضيفة تقيل عليهم. بعدين صرت 100 مرة مفهمك، أنا ما بقدر أطلع برات الشام، ما بقدر. خلص مثل ما بدك، ما حنروح لعندهم. أساساً بعرف إنه أنت ما بتحب تقرب على حدا. بكره من الصبح لازم أروح لعند الدلال، لازم ضل وراه لحتى يأمن لي البيت. ما بدي أرجع على البيت وهي الحارة ما نتركها. لا بدك تتركها، مو على كيفك. اسمع اللي قال لك أبو نحلي، أنا بدي أرجع على حارتي وعلى بيتي وبدي أسكن فيه لو كان ما قدام. أيوه هو يو. لا لا يا أجلية، بهون عليك تفسكني الحاجة. طيب روح معي نتسلى مع بعض. روح معي نتسلى مع بعض، أنت هون معطيتيني وشي لحد بعدين تعي لهون. أنت كيف بدك تتركي البيت ونحن قلبينه فوقاني تحتاني ومهدمينه كله؟ ها شلون يعني؟ هات في إيدي. لك يا أجداب، أنا مشان هيك بدي أترك البيت وأهرب وأمشي مشان ما يعرفوا شو عملنا فيه. يا ربي يحتك يا أبو نحلي، انزلكت بالدخلة وما عاد عرفت أصلاً، ما عاد عرفت تركوني، علموا علي. تعال نشوف، فوتي وسكري باب وراكي. ايه ستي، أنا ما حأستنى لبكرة، هلأ بدك تحكي لي كل شيء صاير معك، والله غليتي لي قلبي عليكي. والله ما بعرف كيف بدي أفتح هيك سيرة معك. ها، معناتها في سيرة مخبيتيها ولازم أعرفها. يلا احكي. رح احكي، بس بدك توعديني انه هالحكي يضل بيني وبينك وما حدا يترفي. الله يسامحك، على اساس ما بتعرفي اني ما بحكي. يا ستي لا تخافي، بوعدك ما افتح تمي، تفضلي احكي. فخري افندي. شبو؟ اعتدى على بنتي صفية وعمل مع الحرام. شو؟ لك انت شو عم تحكي؟ فخري افندي؟ العمى بقلبه شو مسخ؟ لك صفية قاسي؟ دخيلك وطي صوتك، ما بدي حدا يترك. طيب قولي لي انت شو عملتي؟ هددته. ايش كان ما راح يصلح غلطته ويتجوزها، انا راح اشتكي عليهم للعدلية وهي بتاخذ لي حقي منه. بس اذا اشتكيتي للعدلية راح تنفضح البنت وانت مالك بهالوارد. لك شو بدي اعمل؟ ما في غير هيك. طيب قولي لي
هنن شو حكوا لما هددتيهم؟ ما عجبهم الحكي وصاروا يلفوا ويدوروا، وقال شو؟ عصمت بيك ما بيجوز ابنه لبنت خدامه. لك الله لا يوفقه، لك شو مفكرين العالم تسلايتهم؟ العمى بقلبه. وقبل ما اطلع من عندهم قال رح يدبروا عريس مشان يتجوز صفيه. بالله شو؟ ومين هالغبي اللي حيرضى بهيك جوازه؟ ما بعرف. مشان الله ما تاخذيني، بعت لي حمى، مو هيك قصدي. ولا يهمك، بس انا خايفه يكون عم يخدرني كرمال ما اشتكي عليه وافضحه. اسمعي لكان، من بكره بتحمي حالك وبتروحي لعند منه، وكل يوم بتروحي لعنده وبتنقي فوق راسه، بلا ما يحس انك انت رح تسكتي عن حقك. هيك قلتي؟ طبعا، هذا الموضوع ما بينسكت عنه ابدا. علي عليها، صفية طفلة ما بتعرف شيء بهالدنيا. هذا اللي مجنني ومجالطني ومخليني يطير عقلي. استهدي بالله، خلص طولي بالك، انا معك، ان شاء الله ما بيصير الا اللي بدك اياه. اهم شيء انه لا يقنعوكي انه هن بيدبروا لعريس، ما لازم ترضي الا بفخري. شكيته لله وهو بياخذ لي حقي منه. امين، الله لا يوفقه ولا يوجه له خير. من تمك لباب السما يا حق. هلا معقوله خيزران تروح تشتكي للعادليه؟ بس لو بدها تشتكي كانت اشتكت على الحارك. يمكن عم تهدد تهديد لحتى تجوز صفية لفخري. ما كان لازم نتركها تطلع برات البيت، كان لازم تضل تحت عيننا لتنحل المشكلة. هي أصرت، شو ساوي أنا؟ بس أنا اللي بعرفه إنه ما معها مصاري كتير، يعني اللي معها ما بيقدوها تسكن وتاكل وتشرب فيهم إلا إذا بلشت تشتغل عند حدا غيرنا. أنا لازم أشوفها، لازم أشوفها وأتفاهم معها، ما بدي أوقع بشي فضيحة كبيرة. إن شاء الله، إن شاء الله بتلاقيها وتقدر تقنعها، إن شاء الله. يا ربي دخيل اسمك. آخ يا بنتي شو صار في؟ الله لا يوفقك يا فخري على العملة، والمصاري اللي معنا ما بيكفونا أسبوع تاني، وهيك صعب مستكري بيت نتقوى فيه. شو رح نعمل يا ما؟ ما بعرف. بكرة رح شوف عصمة الزفت وحاول أضغط عليه قد ما بقدر. يا ما نحن ما عدنا نرجع عند هالجماعة، مو هيك؟ لا إن شاء الله ما عاد نرجع، ولو بدي ارجع ما كنت طلعت من عندهم وقعدت عند ام ليلى. بس يومين ثلاثه ما بدي احرجهم اكثر من هيك. والله ليلى وام ليلى بنشربوا مع المي لاكله، مشان هيك انا اجيت لعندهم. يا فلافيل الله. سلام ابن حليل. أب أهلين، أبي أنظف زبال بكل شوب. الله يخلي لنا إياك، هات لشوف طعمينا بمعيتك. تكرم عينك، بدك فلافل بس في سندويشة ولا بلا سندويشة؟ لف لنا سندويشة يا سيدي. إيه تكرم عينك، بس نوصل شوي عشان ما يحترقوا. شو تخنين وليش شو تخنين؟ تغزى والله تغزى يا الله. الله يعطيك العافية، والله يا أحسن شغلة عملتها. والله والله كتر خيرك يا مصطفى. لولا مصطفى الله كنت هلا أنا فاتح إيدي هيك على الهواء وبتمي. سبحان الله، شو بقول لك؟ الرزق مو بحبش شيء، الرزق فركشي. كيف تتفركش برزقتك؟ الله أعلم، الله أعلم. والله بدك دغري زيادة؟ إيه سيدي قول الله. أنت شوف شو بيطلع معك، لا تصيح. تكرم عينك، كم قد محجوب عنك. يا الله هاي احلى فكري. ان شاء الله بيعيشوا دياتك. طلع علينا. لا حبيب قلبي كمان. حبيبي تسلمي. عيشوا ابن حليل. كتر خيرك يا حبيبي. يا عمو
شبابي يلا تفضلوا، القهوة جاهزة. صباح الخير أخي. صباح النور. يلا اسكبي القهوة يا عمو، خلينا نلحق نشربها مع أبوكي وأخوكي قبل ما نكسر السفرة ويروحوا على شغلهم. يلا يا عمو. صباح الخير يا لي. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. سعد لي صباحك. تفضل فوقي. شكراني. ايه ابو عزام، كنت انا عم فكر اليوم روح اعمل زياره تانية لبيت ام منصور وشوف شو رايهم، يعني اذا كان تم الامر بركدا منتكل على رب العالمين ومنجهز للخطبه والعرس فرد مره. ايه شو علي، الله يهنيكم، واللي بدهم اياه نحن جاهزين. مبروك اخي. الله يبارك فيك يا اختي. مو بالاول بس لحتى نعرف اذا الناس موافقين ولا لا. يوه ليش لحتى ما يوافقوا؟ وين بدهم يلاقوا أحسن من أخي؟ واسع كثير سوها خانو. إيه لك، ما هن الرفقات وبيفهموا على بعض. يا ستي الله هن يكون، بس مو تتفقي أنت وياها على أخوكي؟ لا قد من كان بيضل أخي، بعدين بكرة بس تصير عنده بالبيت هن الاثنين رح ينسوني. والله هذا اللي بده يصير. السلام عليكم أبو مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي احلى كاسه شاي لاحلى معلم. الله يعطيك العافيه يا ابو سليم. يا مصطفى بس تسمح لي اوصل مشوار، بدي اشوف بيت دلال بيورجيني. ايه شو علي، بس في كم سؤال بدي اسالك يا ابو سليم قبل ما تروح. مور معلم. دخلك ابو النار شو مسموعياته عندكم بالحاره؟ هلا هو كان له مشاكل كثير، بعدين عقل فرد عقله. ايوه وابنه سمعته مثل ابوه ولا لا؟ والله ما بعرف يا ابو مصطفى، ابنه كان عايش مع امه ببيروت وما بعرف ايش كان عاطل ولا منيح. انت ليش عم تسال؟ كلمتنا عهد علينا بنقولو ما بنعيدو، يلي بده يعادينا نخوتنا وشهامتنا جوهر أصالتنا عزتنا وكرامتنا كانت حارتنا بالحق بيوت بتعلق يلدق لعزو هيبة بالحب قلوب بتحلق يشهد للعالم خطيبة قبض ديار ونافورة سيعة وردة جورية ياسمينة فوحة كورة حارتنا الشامية I'm not.